المهرجان هذا هذا المهرجان ديال هذا العام هذا زوين بزاف والحمد لله جابوا فيه الفنانة كبار جابوا عبد الهادي زنزارنو وفاطمة طبع عمران هذوك هما اللي كيعجبوني بزاف من قلبي جينا باش تفرجوا هذا المهرجان عجبنا جانا زوين مزيان كلشي مزيان كلشي مزيان بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسينية لاسترجاع مدينة سيدي إفني إلى حضيرة الوطن الأم تنظم عمالة إقليم سيدي إفني بشراكة مع المجلسين الإقليمي والجماعي لسيدي إفني ومجموعة من فعاليات المجتمع المدني النسخة الأولى لمهرجان سيدي إفني للثقافة والفن. هذا المهرجان وفي الحقيقة الأمر يتضمن أنشطة متنوعة وهادفة ذات أبعاد ثقافية وسياحية واجتماعية، ذلك أن هذه الأنشطة متنوعة تشمل عروضا فنية تستحضر بطبيعة الحال الخصوصيات المجالية والخصوصيات المحلية لقبائل أيت عمران. هذا المهرجان ديال سيدي إفني زوين ومنظم زوين وتبارك الله الجمهور جميع الفراقي متنوعين والمسؤولين منظمين داك الشيء على حقه وطريقه وتنشكروا المسؤولين ونشكروا اللي شارفين على هذا البرنامج هذا بالإذاعة ديالو بالمغنيين بكل شيء.